هل التواصل الافتراضي التكستينج ممكن يضر ام يفيد العلاقات؟ المعالجه النفسيه دانيال بيبو درويش، صباح الخير. صباح النور. المره الماضيه ما خليتي كثير، يعني بفتكر ما وصلنا كثير، لان بس تكوني معي بيطلع ألف سؤال، يعني بصير بدنا اليوم ما احكي شيء، هذا سؤالي. لا احكي بالعكس، بدنا الحوار يكون قائم. يعني تكستينج، ببعث لك تكستينج اليوم يعني كثير صرنا بنعتمد بالتواصل الافتراضي، واتساب، رسائل، او حتى بنستعمل بقيه مواقع التواصل لا نعبر، وفي ايموتيكونز، وفي يعني اشياء عم تتسهل الشغله اكثر واكثر. بس هل يعني حسب خبرتك وحسب الدراسات النفسيه، هل هالمواضيع عم بتضر ام عم بتفيد العلاقات الانسانيه والعلاقات الزوجيه والعلاقات الحميميه؟ هلا هي لها شقين، في لها حسنات طبعا وفي لها سيئات وفي لها مخاطر. خلينا نحكي بالحسنات بالاول. يس. يعني هي بلشت كوسيله نسبيا ارخص من المكالمه، هذا من زمان او اول ما بلشت، بس هلا يعني مشان هيك صارت مرغوبه وشعبيه وصاروا الناس يعتمدوها، انه خلص كلام قصير رد وخبر بقدر مرقه انا برساله. بعدين صار كل شيء ببلاش، هلا صار حتى الكول صارت عم بتصير ببلاش، بس كانت الناس تعودت على قصه التكست. هي كثير منيحه لانه بتوصل للاشخاص المشغولين فيها، بتقدر يعني اذا حدا ما رد عليك على التليفون تبعت له رساله اذا عندك شيء بدك تقوله. للعلاقات هلا صارت للتعارف وسيله كثير منيحه ليختبروا اذا هالشخص الثاني موضوع قابل او ما قابل لجس النبض. يعني فيها كثير هالحسنات اللي يعني عم بتسهل حياة العالم، ومثل ما قلت انه موجودة صارت مش بس على التليفون، على مواقع التواصل وحتى الايميل منعده هيدا انه نسخة نصية اللي منقرأ. هلأ المساوئ فيه انه يعني اي شيء مكتوب بتقرا كلمات بس، وهو معروف بعلم التواصل انه الكلمات بس بتشكل 7-10% بس من معنى كل الرساله. يعني بدك انت تقرا تعابير الوجه، بدك تقرا تعابير الجسد والتون. يعني انا فيي اقول لك مثلا اكتب لك ميلاد وينك ما عم تسال عني مثلا، بس انا بكون عم بقولها ميلاد وينك ما عم تسال عني مثلا، او ميلاد وينك ما عم تسأل عني، أو ميلاد مثلا. عرفت في كثير إشياء بتبقى ما مفهومة من بس هالكلمات. سو هون أنا كشخص ممكن كمان يكون عم بقراها أكون بمزاج معين مثلا، إذا مزاجي معكر فكروا هيدا لوم مثلا، إذا أنا قاعدة ورايقة أو كذا بقراها كاهتمام دغري بجاوب مثلا. سو هون يعني هيدا اللي أكثر شيء السيئة بقصة الرسائل، إنه كلمات فارغه، مع انه عم بيستعملوا هلا الايموتيكونز الابتسامه والهاي، بس في ناس بيكتبوا كلمات بدون شيء. سو بضل في هيدا الخطر من سوء الفهم، او انه في ناس بتصير بدها كثير تحل مشاكلها بالتكستنج. يعني هلا بنشوف هلا الدراسات بتقول لك انه هيدا الجيل الصاعد هلا كثير بيعتمد على الرسائل، اللي يمكن اعمار متقدمه شوي صحيح ما كثير بيرتكز عليها بس صار عم بيستعملها. بس بالجيل الصاعد كل قصصهم عم بتصير على التكست. وين الخطورة فيها؟ انه اوكي في سيئات انه ما عم تنفهم، الخطورة انه اي انت شيء عم تبعته عم بيعملوا له سكرين شوت مثلا اذا موضوع حساس، وبيبعتوه شوفوا شو قالت مثلا، او شوفوا شو قال كيف بدي ساويها. والخطورة عم نسمع بكتير قصص كمان عن انه بصير في علاقات عم تنشأ بالرسائل، وممكن بصير في تبادل صور حميمي وما حميمي. هون صار في أدلة. سو هون في خطر من كثرة هالرسائل اللي عم تنبعث، كثرة الاعتماد عليها بطريقة تكون هي أسلوب التواصل. هلا بتعرفي حتى يعني بمجال العمل بالبريد الإلكتروني اللي بدك تبعتي اليوم، في كثير يعني نصائح بأنه ننتبه على التون، يعني حتى على استخدام نوعية الكلمات. مزبوط. مشان هيك بيقولوا لك يعني لما بتكوني غضبانة ما تجاوبي على إيميل، حتى لأنه نوعية الكلمات ستختلف لما بيكون الإنسان رايق. هلأ بس يعني في كتير ناس بطبيعتها بتتجنب المواجهة، مزبوط، وخاصة بالعلاقات، إنه ما بقدر حط عيني بعينيها أو حط عيني بعينيه وقل له هالشي، تلجأ إلى التكستينج أو تلجأ إلى إرسال نص. قد إيه ممكن كمان تكون هيدي يعني نوع من يعني في ناس بيبقوا بسنين في إشي ما عم بيقولوها لحدا تاني،
بيكتبوها، يقوموا الصبح بيكتبوها، وبس يكتبوها ويودوها هن وعم يعملوا الساندينج بيكون خلص تحسي راح الهم. وهيدي من الحسنات انه بيقولوا الناس اللي بتعبر بالكلمات اكثر من الحكي عم بيعتمدوها، بصيروا ليفرغوا كل شيء عندهم. وخاصه انه لما بتكتب انت رساله فيك تقراها وتتمحص فيها وترجع تغير وترجع كذا، ومرات انه الرساله على شيء صغير بس بالايميل فيك تكتب وتستفيد وتعيدها وترجع تمحي وتشيل وتحط، انت وعم تحكي مرات ما فيك تمحي. سو هيدي من حسناتها. بس اللي بيصير مرات انه في ناس بتعتمد كثير على التكستينج بعلاقاتهم لانه ما بيستحوا، مش بس ما بيحبوا المواجهه هون، يعني في ناس عندها سوشيال انكزايتي، هيدا الرهاب الاجتماعي. سو هيدا كل ما بده يتعرف على حدا بيعتمد على التكست. بتعرف اللي بيكون عنده رهاب اجتماعي يعني بيكون اذا بده يقعد مع وحده، او بالعكس يعني انه اذا وحده كثير بتستحي بتصير بتعرق، يعني هي عم تقعد مع حدا بتعرق وبتحمر وبتخضر وايديها وكذا، ممكن في رشفه هول ما بيبينوا اذا الواحد عم يبعد نفسه. ايه عم بيعبر، بيتخبى ورا الشاشه، بيتخبى ورا الشاشه او بيتخبى ورا الهاتف او لحتى يطلع الاشياء يمكن يلي بي يعني بالحياه العاديه ما بيقدر ما بتطلع، او بتلبكوا اذا طلع. بس ما هون المساوئ تبع هيدي الطريقه، الاعتماد على هيدي الطريقه بس انه ما عم بيتحدوا الخوف تبعهم. بس بتعرفي يمكن اخطر سوء الفهم، يعني اخطر اني افهم هالرساله باسلوب مختلف، يعني مشان هيك ربما الاشياء المصيريه، ما بعرف هيدا راي شخصي، لا ما لازم مزبوط. تتوقف على تكستينج، يعني مش يعني واحد ينهي علاقه يبدي علاقه يعني بتصير. يعني عن جد يعني قد ايه هالاشياء المصيريه انها تصير على التكست. هلا هو يا ريت ببلشوا العلاقه بالتكست بس انه بيكملوها بالفيس تو فيس، بس ايه يعني اكثر شيء السيئه مثل ما قلت مرات في انهاء علاقه عم بيكون شوفي نحن ما لبعض، خلص انا فضل كل واحد يروح بطريقه ونقطه وخلص بيختفي وبلوك وديليت وكذا. سو هون يعني بيخلوا هالطرف الثاني ما عامل ختام، هيدا الكلوجر ضروري عاده بالعلاقات انه بده يعرف ليه طيب شو صار. سو هون يعني بصير في ضرر كثير على هيدا الشخص الثاني. دائما العلاقات اذا بدها تنتهي الافضل نقعد نحكي فيها انه شو صار، شو اللي يعني شو اللي حسسه غلط مثلا، اذا في مجال للتصليح بنصلح، ما شايف في مجال للتصليح اوكي بدنا نقبل فيها. بس كمان مثل ما قلت في اشياء كثير مهمه ما لازم تنقال بالتكست مثلا. مزبوط، لانه بتعرفي الاهتمام هو ابعد بكثير من اني ابعث رساله. يعني مثلا في ناس يعني بيكونوا عم بيحارجوا ناس ثانيين انه انت ما بتسال عني كيف ما بعت تكست. ايه ما هي صارت كمان وكانه خلص هالتكست اللي ما بياخذ مني ثانيتين هو رفع العتب. بس كمان بتتفاجئي انه في ناس بيعتمدوا على، يعني اعطيك على سبيل المثال مشان ما نحكي نظريات، مثلا بتشوفي صبيه او شاب بيعتمدوا انه هيدا الشخص مهتم فيهم لانه بيبعث له النص، لا بيكونوا شافوه، لا عم يقعدوا معه، لا عم بيقضي، يعني في حدا معلق اذا بدك علاقه. مزبوط. طب شو في دليل بتساليهم، شو في دليل انه الشخص بيهتم فيك؟ بيبعث لي تكست رسالة كل قد ايه، كل اسبوع او كل اسبوعين. يعني هالقد ممكن كمان تكون الشغلة خطيرة انه معلقين شيء بدنا نعيشه على نص عم نتلقاه او ما عم نتلقاه. مزبوط. ما هون بصير قلة الادراك لقديش جدية العلاقة، انه هيدا التكست اكيد ما بيعني شيء مقابل انه حدا كل يوم بيبعث لك شيء وبيصير عم بخصك باشياء شخصيه يحكي لك عنها اذا بدها تبلش علاقه مثلا. لا بده يصير في لقاء وتعارف بعدين جدي. وانا دائما يعني اللي بيجوا لعندي كثير بنبههم من مخاطر التكستينج، يعني انه انتم بدكم تحكوا للشخص ما قادرين ايه هلا في لوك داون مثلا، بالالو بدنا نحكي بالالو، بدكم تسمعوا اذا احسن فيديو كول ايه يعني هون انقلوا من بس هيك تكست لتشوفوا تعابير الشخص على وجهه هو وعم بيحكي هو وكذا، لحتى بس تختبروه قديه هو صادق. مرات كتير ببين الشخص اذا كتير مثل ما قلنا صادق او عم بيتصنع شغلات او هيك من الكتيبة. بس اذا بتعرفي اذا في ناس
هل قدي قادرين يبيعوا حكي بالحكي؟ قدي ممكن يبيعوا تكستات؟ يعني إذا واحد إذا بالحكي وقدر هل قدي يبيع حكي؟ مزبوط. كيف إذا بس بنص يعني كتب كلمتين يعني كوبي بيست؟ يعني بيكون حاطتهم مخزنهم عنده يعني وإنه عم بيعيدهم هن زيتهم. سو هون بده يفرق الواحد بين إنه حدا جدي صادق ولا إنه لا هيدا جعدني بس. طب شو نصيحتك؟ كيف فينا هالتكستينج إذا بدك نستخدمه بطريقة، لأنه يعني حضرتك بتحكي دائما عن هالتواصل الإيجابي والفعال، خليني أقول بين شريكين، بين زوجين، بين حبيبين، كيف ممكن نستخدم هل ومتى يعني بتكون هالأسلوب بيكون هالأسلوب هو حل إيجابي وفعال لبناء علاقة والاستمرار فيها؟ أوكي. هلأ شوف، الدراسات بتقول اللي بيعتمدوا على التكستينج هو اللي عم بيوطدوا العلاقة. إذا هالتكستينج يعني مختصر ب إن شاء الله يكون نهارك سعيد مثلا، فكرت فيكي أنا وعم بعمل شيء، يعني يكون فيها هيدا الاهتمام القصير اللي مقتطف بالنهار، أو إذا خاصة إذا long distance relationship حدا عايش بعيد، هو اللي بفشوا القلب وبكتير يعني بخلوا العلاقة تصير أمتن لأنه عم بيفرجوا هيدا الاهتمام. بس التكستينج بدنا نتجنب. هلأ هني بعد ما انحكى بأتيكات للتكستينج والمخاطر وإنه شو ملز الدوز and don'ts يعني، بس أنا حقول الدونتس هلأ، إنه الواحد ما يبحث إشياء مواضيع معقدة بالتكست برسالة، ما يحل مواضيع معقدة برسالة، يبعت تكست إنه شوفي يعني إذا بده واحد يعتذر عن شغلة مثلا، أنا حابب أعتذر منك، خلينا نحكي إمتى بتكوني فاضية مثلا، أو خلينا اليوم نحكي بموضوع، بس هيدي خلينا نحكي مرات بترعبها إيه، بس إنه نخلي هول المواضيع اللي حساسة أو بدها شرح للفيس تو فيس، لحتى يعني يكون في أخذ وعطى وتشوفوا لهالشخص قديه هو صادق، ما يكون عم بيفكر كتير يعني بالشغلة قبل ما يقولها ويدرسها وكذا. هيدي العفو قوية مهمة كمان بالعلاقة. ما تنسي كمان إنه التكستينج هي فرصة كمان لنكتشف خيانة. مظبوط. يعني هيك عم ينفضحوا كثير. مظبوط. لمين هالرسالة؟ مين مقصود ب بس تجي النوتيفيكيشن ياما بشوف النوتيفيكيشن هيك إنه مين هي؟ ما هلأ في ون تشالنج على تيك توك إنه يعني بيعملوه الأزواج مع بعضهم، بتكون يعني مع زوجة وفجأة هي وعم بتفرجي شيء بيطلع متاكس إنه بس يفل زوجك بدي أحكيك. هيدي كتير عم نشوف رياكشن إنه الناس إنه أوف مين هيدا لأنه هالقد التكستينج صار يعني كمان، يعني في ناس بيحاولوا يفتشوا بتليفونات البعض ليشوفوا إذا في رسائل إذا في شيء يعني. مزبوط. وهيك عم تنعرف الشغلات لأنه سهلة ولأنه عم بتوصل لنتيجة ميلاد. يعني مثل ما قلت في كتير بالتعارف يعني صاروا إنه بجسوا النظر بهيدا التكست، إذا على مواقع التواصل كمان هيدا على الماسنجر أو على أي شيء، إنه بس بيشوف موضوع قابل بحط كلمة بكتب كلمة زيادة مثلا بشوف إذا كيف ردت الفعل، وإذا هالطرف الثاني مثلا زهقان بده يتسلى يمكن يمشي فيها على أساس تسلية بالأول ويمكن تتطور. وما بنعرف هون بعدين في كتير يعني أضرار بفوتوا بإيه مخاطر كتير قوية. بالنهاية رغم تقدم الحياة والتكنولوجيا، رغم كل الوسائل الجديدة، بيبقى في نكهة خاصة لهالروح الإنسانية بالتواصل. ليك ما في شيء بحل محله. يعني هلا نحن عم نعمل اونلاين سيشنز وجاي كثير هلا اللوك داون وهيك، بس بعرف كتار اللي بيقولوا لي لا اوكي على السكرين ماشي الحال، بس غير لما بشوفك لما بيجي لعندك. سو اكيد هيدا الوجود انت تكون مع الشخص بالحياه كثير غير. وهول الناس اللي كثير عم بيتكلوا مثلا على هالشاشه ويتخبوا ورا الشاشه ما بيتحسنوا بحياتهم، ما بتصير هيدي المهاره مهارة التواصل أحسن إلا ما يحطوا حالهم بالشخص لينموها، يتحدوا الخوف ويصيروا، لأنه هيدي مهارة يعني مش أنه بيخلق الواحد بيعرف كيف يحكي بالعكس، يصير بيتطور فيها وبيتحسن. وانت قلتي شغلة كتير مهمة، يمكن التليفون أفضل من التكست ويمكن الفيديو كول أفضل من التليفون طبعا، بس بتضل كمان اللقاء
اللي هو افضلهم يعني. مزبوط. بالنهايه كمان يجب اختيار الافضل يلي بيساعد لحتى هالعمليه التواصل تكون مزبوط. عمليه حتى اكثر فعاله. الفويس مسج هلا عندنا الاوبشن الفويس مسج كمان. الفويس مسج كثير احسن من التكست. صحيح. بس هو انه الواحد بيكون بيبعت فويس وبينطر مثلا، عرفت؟ بتصير مثل لايك تنس ماتش. شو قال هيدا وشو قال هيدا، انه خلاص مشوها، احكوا بالالو يعني، خليه يكون هيدا التواصل. بس مشكله كثير ناس ميلاد انه ما عندهم خصوصيه، مشان هيك عم بيعتمدوا على التكست، ومرات ما بيتجنبوا الفويس. هلا باللوك داون اذا في علاقات سريه مثلا بيعتمدوا الاولاد على يعني اكثر شيء الاولاد، حتى ما ينسمع انه عم بيحكوا مع حدا، بيعتمدوا على هيدا التكست. بس الفويس احسن. بس يعني في إلى حسنات وفي إلى سيئات أكيد. بس أنا اللي بقوله دايما سيئتها أكثر، مخاطرها أكثر كمان. هيدا بعيدا عن أنه كان أونلاين وما حكاني، وشفتها أونلاين وما ردت، هيدا بده موضوع تاني. ولا شفنا الببل عم يكتب مش لإلنا، مش مدري لمين عم يكتب. وبعدين أنه أنت كنت أونلاين وهيدا الشخص التاني كان أونلاين بنفس الوقت، هاي شو بتصير؟ هيدا بده حلقة ريلي، لأنه اليوم صار عنا شيء ما يعرف بهالقلق الافتراضي. من وراء هالقلق اللي جبناه على حياتنا، من وراء هالوسائل يلي عم لازم نعمل له حلقة. بس شوف يعني واقع حياتنا هيك صار، أكيد. ما عم فينا نهرب منه. سو بدنا نكون كتير عنا يعني نقي ريلي شو عم نعمل وكيف عم نتصرف مع اللي حوالينا. 100%. ما نضلنا مجروفين بهيدي الترند تبع كل شيء يلا. صحيح. مسجز وتليفون. شكرا كتير لك دانيا بيبو درويش، مثل العادة دايما هيك أفكارك بتساعد بطريقة عملية لنحسن ون يعني مثل ما بيقولوا نعيش أكثر حياتنا بطريقة فعالة وحقيقية مش افتراضية. شكرا لك ميلاد، انت والله كلامك دورار. شكرا.